السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة أنه ضمن خاصية الريزرفوار، أول خاصية بالريزرفوار تضغط عليه يطلب من عندك البول، لازم تملي البول الخاص بالريزرفوار اللي هو يشمل لك الإليفيشن والستوريج والأريا إذا كنت تشتغل لينير انتربوليشن، وإذا كونك انتربوليشن إذا عندك الإليفيشن والأريا، حتى على أساس يرسم العلاقة وطلع النتائج. تمام عيني. هسه احنا اختارينا النوع الاول وقلنا له ابلاي ورسمنا اياهم اثنيناتهم. هاي البيانات سبق وتناولناها بالفيديو السابق انه انت ترتبهم تصاعديا يعني من الاقل الى الاعلى. تمام عيني. والاريا انتبهي لها بالاليفيشن بالمتر، الستوريج متر مكعب، يعني ماكو في 10 اس كذا تنطهيها، كامل هنا متر مكعب. الاريا بالهكتار تحولها لمتر تربيع، بعدين تقسمها على 10 اس 4 تحولها للهكتار، تعطي القيم هنا بالهكتار. تجي وراها الدام، الدام مثل تشتغل عليه تضغط عليه هاي الضغطة، يعني يقول لك ال elevation of top dam، ال length of top dam، شنو شكت قيمته. تمام. وهاي القيم الخاصة بهاي، يعني انه دا يطلب عندك البروبرتيز الخاصة به. انت صراحة لا تشتغل على هذا يعني بصورة عامة. شنو تشتغل؟ تشتغل على اللي بعد. اللي بعده شو يقول؟ يعني اكو بيه خصائص، قصدي يعني انت تشتغل على الدام بكل شيء تحتاجه لو عندك فد خاصيه معينه. فهنا مثل ما تلاحظ عيني انه تشتغل انت على الدام، فالدام عندك بيه عده خيارات. تمام. اذا تلاحظ هاي الخيارات غير مفعله اصلا، بس مجرد يطلب من عندك ذني الاوبشنين لازم تمليهن اليه. الاوبشن الاول شي يقول؟ يقول انه انا اريد من عندك التوب دام، الفيشن اوف توب دام، واريد من عندك اللينث اوف توب دام. تمام. مش قد اللي مالته من الاعلى، هاي معلومات مثل ما نقول تاريخيه حاصة خاصه بجسم السد، راح تحصلها. تدخل على هذا الاوبشن راح تلقى عده خيارات. اول شيء تريد تغير اسم الدام، تقول له من نارينا هسه هذا مسمي لك يا دام كذا كذا، فانا من اغيره اقول له حديثه دام، حديثه دام، سد حديثه. تمام. description تقدر تضيف له، تقول يستخدم مثلا for irrigation hydropower generation industrial anything، شو تريد تضيف description خاص بي تقدر تضيف. اوكي تغير الاسم مالته، اجي ادخل عليه بعدة خيارات. تريد تضيف tail water elevation يعني مقدار الماء اللي بالداون ستريم بالtail water، تريد تضيف فوربري هيد لوسز، ايش قد مقدار الهيد لوسز ده يصير الخسائر بالهيد لوسز، تشتغل لكج الضعف اللي يصير بجسم السد او غيرها، تشتغل تضيف ان كنترولد او كنترولد اوتلت، ايش قد الخارج للداون ستريم لو ان كنترول اوتلت، تشتغل الاوتلت جروب، تشتغل الباور بلانت يعني الهايدرو باور جنريشن، تريد تضيف بمب، تريد تضيف بلس فلو اوبشن، تعدب كلش خيارات هواي بهذا البرنامج الهيك ريزرفوار سيميليشن، لكنه كله يشتغل بصوره عامه. احنا نقدر نقول على تشغيل الخزانات. هسه انا مثلا لو اختار شغلي على الهايدرو باور جنريشن فاقول له اد باور بلانت. تمام. فاجي هنا شو يريد من عندي؟ يطلب من عندي الاليفيشن والماكس كاباسيتي والتوتال، التوتال ماكس يعني مو ضروري لكن الاليفيشن والماكس كاباسيتي ايش قد السعه مالتها. تمام عيني. بالست وكأن ماكس كاباسيتي شخص بيها كتصريف كيومك. تمام. نجي هنا هاي الاوتلت، نجي على الكاباسيتي، شنو المطلوب؟ مطلوب من عندك ايش قد الانستلد كاباسيتي، وهنا يطلب من عندك الفاكتور ايش قد معامل الخسائر تنطهيها، واوفرلاد فاكتور. تمام. الافيشنسي الكفاءه ايش قد شنو الطريقه اللي راح تستخدمها انت بحساب الفاكشن اوف ريلايز المتحرر، الفاكشن اوف ريزرفوار يعتمد على ريزرفوار اليفيشن على الاوبريشن هيد. تمام عيني. وهي راح نوضحها بالفيديو ان شاء الله. وش قد الكونستانت افيشنسي تعطيك نسبه مئويه، بعدين الستيشن يوز استخدامات، بعدين الهيد او الهايدرو باور لوسز ايش قد مقدار الخسائر اللي بالهايدرو باور. تمام. هاي تضيف هاي شو اسمها بسمي لك اياها الباور بلانت واحد لكل باور بلانت تنطي. تمام. يعني الباور بلانت واحد تكمل تقول له ابلاي، ورا ما تكمل ذني انتقل على الباور بلانت اثنين، باور بلانت ثلاثه وهكذا. بالنسبه لهذا احد يشتغل على الكنترول او الان كنترول، مثلا تقول له لا انا اريد من عندك تضيف لي الاوتلت الكنترول اوتلت الخارج للداون ستريم ايش قد
اذا انت قمت تشتغل على الداون سترينج فتقدر تضيف له الفيشن ماكس كاباسيتي، وايضا بها خيارات المفروض تنتقل لها، يعني هي فقط هذا المطلوب من عندها. هذا ابن تتقل هذا التيل ووتر اليفيشن لو الفروبري لو، يعني هاي الامور مطلوبه من عندك. النمبر اوف جيت ان ذا ستايل تطيها. فاتمنى يكون الموضوع امامكم واضح ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بعد ما كملت الحديثه ريزرفوار ضفت البول بحيره الخزان تجي على نفس السد، ضيف الامور الخاصه به تمام. هاي هنا ايضا الليميتيشن شقد انكريز شقد ديكريز غيرها، هاي الامور ان شاء الله راح نسوي لها فيديو خاص بها ايضا، لكن حبيت انوه شنو هي الاوبشن الخاصه بالداون بعد ما اكملنا البول، حبينا نوضحها بفيديو حتى اخاف احد يقول انه خاصه هواي بحوث الهايدرو باور بلانت قليله جدا فما احد يبدا يتوسع بهن، فان شاء الله يكون واضح امامكم. احنا راح نشرح ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم بفيديو او بتعليق نرد عليكم اذا كانت الموضوع سهل. التقي بكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.